لابد نتفق بأن العلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي هي علاقة قوية، وهي علاقة قديمة تتميز أساسا بالثقة، باستمرار الثقة، وهذا عنصر مهم وأساسي جدا. وبفضل التوجيهات الملكية السامية، المغرب حريص على تعزيز هذه العلاقات وعلى تطويرها. لكن للأسف، وهذا تكلمت عليه في السؤال ديالك، هناك أقلية منزعجة من هذه العلاقات تحاول يعني غير ما مرة أن تستهدف المغرب عبر إما إعلاميا أو عبر بعض المؤسسات. المغرب يتعامل على أن هذه تبقى أقلية ويتعامل معها على هذا الأساس، فالمجالات هي مجالات كبيرة، وإن شاء الله يعني والحمد لله هي تسير العلاقات متقدمة، والحرص كل الحرص على تطويرها وتعزيزها في المستقبل.